النهارده احنا دعينا زملائنا واخواننا رؤساء واعضاء اللجان النقابيه والنقابات الفرعيه في شتى ربوع مصر لمناقشه قانون التعليم وقانون النقابه. قانون التعليم احنا كنا مشتركين مع الوزاره في اعداده، والوزاره ارسلته الى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب. المواد اللي اثارت جدل اهم ماده فيه اللي هي جدول الاجور. جدول الاجور اللي قدمته النقابه مش هو اللي هي اتبعت لمجلس النواب. طب ايه رؤيه حضرتك لتطوير المناهج التعليميه؟ ايه رؤيه حضرتك؟ هو طبعا كثير من المناهج فيها حشو، فيها مواد بتحض على الارهاب، فلا بد من حذف هذه المواد. وبالنسبه للعمليه التعليميه كلها، ايه رؤيه حضرتك بالنسبه للعمليه التعليميه كلها؟ ان شاء الله العمليه التعليميه اللي اساسها المعلم، احنا عملنا دورتين، معلم محترف ومعلم افضل، ودربنا اكثر من 15,000 في المحافظات لاستفاده ابنائنا التلاميذ في فصولهم والاستفاده بالحصه الدراسيه.